خر محليا اليوم وفي الركض المحلي والدوري زي للمحترفين، علمت مصادر الملعب أنه صدر في هذه الآونة أو في هذه الساعات قرارا من اللجنة الفنية يقضي بإيقاف اللاعب إبراهيم هزازي بأربع مباريات إلى جانب غرامة تقدر ب9000 ريال، وهذه العقوبة وقعت على اللاعب بعدما بدر منه من تهجم على حكم المباراة، نيله البطاقة الحمراء أولا أو نيله البطاقة الحمراء بعد تهجمه على حكم المباراة وتلفظه عليه، وهو ما شدد العقوبة حيث كان الإيقاف ببطاقة حمراء لمباراة واحدة في حين لمباراتين في حالة تهجم وفقا للائحة، لكن التهجم جاء على حكم المباراة بالتالي 50% تضاعف العقوبة ويستحق عليها هذا القرار الصادر اليوم بحسب ما ورد من مصادرنا الخاصة على اللجنة الفنية. أربع مباريات و9000 ريال. لا أعتقد يمكن العقوبة مستحقة وعقوبة مستندة على لوائح، أعتقد أنه يمكن المادة 37 و38 إذا ما كنت غلطان، فاللجنة الفنية يمكن أمامها لوائح والحالة واضحة تماما لا تقبل يمكن التأويل أو حتى يمكن الاستنتاج، هي تضاعف طالما كانت على أي حكم. أعتقد أنه لا هي كانت مبارتين وضعفت لأنها على حكم بمعدل 50% من العقوبة مضاعفة، بالتالي تصبح 3 مباريات وبطاقة حمراء حصل عليها 4 مباريات.